زيك فن تبع الموجة. دقيقة حم. صباح النور فاتوما. صباح الحرك زين، مرحبا بيك وان شاء الله ديما مزهرين، وسورتو ديما ديبي دو سيمين وفان دو سيمين راهو سي امبورطون بيان سور، خاصة الويكاند لازم نهكا فوالا نبداو ماشي نبحروا ساعة، أهم حاجة أهم حاجة الكل أبراج الكل اليوم عندهم بحيرة ليه ليه هاينا نلوش عدل وماشي بحر ولا ليه هاكا قالت لك كوثر شير حتى سرطان ماشي بحر صحة 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 بي احنا باش نمشي ماهيش ليه مش سرطان تغو تغو انت مرشو سرطان هوني حتى حد كيف بعضهم كيف بعضهم زوز ترو عنا في الواحد وانا نقولش بيه نقولوا راس صحيح وترو على الاخر ساعه والله يظهروا لي مش با دي تو متعاونين وهكا هكا ولا كوثر هاي نركزوا مع الترو من اليوم نبداو بالحمل باهي نبداو مع الحمل رتب لنا امورك وركز واخدم خدمه وحاول انك تتقنها كيما تاخو في حقك اعطي حق الناس والثور عنده خبير يريح له قلبه خبير يعمل الكيف افاق جديده تتحل في المستقبل القريب الجوزاء متقلق شويه يا ليندا وافكاره تحسوا كم مشوشه والعائله ماخذه تفكيره وسع بالك راك كبير العائله وقدرك عالي اي سرطان حذر روحك لجديد ابواب الساعه تتحل والحظ راهو في المكتوب كيف وكيف الاسد افاق جديده تتحل فما بيعه وشاريه في المستقبل القريب ولقاءات حلوه والحظ والطاقه الايجابيه عندك انت يا عذراء نتعديو للميزان اتصالات مهنيه يحضر الجديد وفما صدفه مزيانه يا معلم والعقرب يتخلص من هيك الطاقة السلبية ويقف روحه محليك وانت تحب في روحك فترة إيجابية تتخلص منها من ضغوطات الماضي القوس أجواء إيجابية والحلول موجودة لكل مسألة عالقة أبواب الرزق مفتوحة يعني فما الفلوس الفلوس راهي موجودة الجدي فما مفاجأة مش متوقعة على الصعيد المهني والأخبار الطيبة والدعم المعنوي والمادي من نصيب الدلو اتصالاته تكثر ليامات هذه ونختموا مع الحول فما الحماسة ولقاءات حلوة مع الأحباب والأصحاب واللمة راهي من نصيبك الفترة هذه صحة ليه الحوت وصحة للبراج الكل إن شاء الله تعدي ونهاية أسبوع مريحة الناس الكل في كونجي واللي مش في كونجي نسكل في كونجي تفاصل في نهاية الأسبوع تقريبا الناس اللي إكسبسيونيل ما الخدمة متاحهم تكثر في الويكاند هكا ولا ليه صحيح صحيح إن شاء الله ربي يعين الناس لكل مرسي فاتوما مرسي